بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. وهنتكلم النهارده عن موضوع ال SSH Decryption. الحقيقه ال SSH من البروتوكولات اللي يعتبر الريسك بتاعهم عالي، وبيجي منهم ثريتس كتير جدا او اتاكس كتير جدا، خصوصا برامج ال VPN بروكسي اللي بتستخدمه بشكل كبير جدا. فلو انت عندك ريموت سايتس كتير مثلا، او بتحتاج تكونكت على سايتس تانية او سيرفرز through SSH عن طريق الانترنت، فانت لازم تعمل SSH decryption عشان خاطر تمنع اي tunneling application يعدي من خلال الترافيك بتاع ال SSH. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح على البالو التو، وهنروح على decryption policy، وهنكتب policy جديدة خاصة بال SSH، تمام؟ وهنيجي في السورس والديستنيشن، وهنقول له any source وany destination. عادة احنا كنا بنحدد السورس مثلا لو في اللان مثلا، وبتحدد الديستنيشن مثلا لو انت عندك ريموت سايت بتحدد له الزوم بتاعة الريموت سايت. ولكن بالنسبة لل SSH بالذات يفضل انك تخليه any traffic، لان غالبا ان ال SSH ما بيستهلكش ريسورس من الديفايس لما بتعمله ديكريبشن. وال SSH decryption او الترافيك بتاع ال SSL ال SSH سوري ما بيكونش كتير، ولكن وارد جدا ان يكون عندك بوليسي مثلا انت مكريتها، ومش محدد الابلكيشن، او مش عامل ابلكيشن كنترول مظبوط. فعشان خاطر ما تحطش نفسك في ريسك، فالافضل انك تستخدم any source و any destination بالنسبه لل SSH. هنروح على الاوبشن وهنقول له decrypt، وهنحدد ال SSH بروكسي، وهنحدد البروفايل اللي احنا كريتناه اللي كنا عدلنا فيه السيتنج بتاعة ال SSH، تمام؟ وبالمناسبة البالو التو مش بيسبورت غير SSH version 2، فلو انت بتحاول تكونكت version 1 مش هيقبل انك تكونكت على اي سيرفر ثرو الفايروول، تمام؟ بعد كده هنروح على السكيورتي بوليسي. احنا كنا كريتنا بوليسي قبل كده، وكنا مانعين ال VPN بروكسي وبرامج ال VPN بروكسي، فاحنا هنزود عليها ال SSH tunneling application، تمام؟ عشان خاطر نتأكد ان مفيش اي application او اي traffic هيكون tunneling جوه ال SSH traffic. ده بالنسبة لجزئية ال SSH decryption. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وأشوفكم إن شاء الله.